أهلا بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. وإلى العناوين: البدري يعقد محاضرة بالفيديو للفريق لدراسة الأسيوطي. كوبر يرفض المعسكر الخليجي ويتمسك بأوروبا. ومحمد صلاح لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. عقد حسام البدري المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق الأحمر صباح اليوم قبل ميران الفريق، والذي أقيم صباح اليوم بملعب تتش بالجزيرة استعدادا للقاء الأسيوطي المقبل في بطولة الدوري الممتاز. وشملت محاضرة البدري أبرز مواطن القوة والضعف في فريق الأسيوطي من خلال مباريات الفريق الأخيرة ببطولة الدوري والتي تم تجهيزها من قبل الجهاز الفني. ويستعد الأهلي لمواجهة الأسيوطي والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز. تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم عن مباراة الفريق المقبلة أمام الأسيوطي الأربعاء المقبل، بعدما قدم الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تقريره للجهاز الفني، والذي أكد أن اللاعب يعاني من إجهاد في العضلة الضامة ونصح بعدم إشراكه في المباراة. وقرر الجهاز الفني عدم المجازفة بإشراك الحارس حتى لا تتفاقم الإصابة وحتى يحصل على الوقت الكافي للعلاج والتخلص من إجهاد العضلة الضامة. انتظم باسم علي ظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريب فريقه الجماعي، والذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. وكان باسم قد أدى تدريبات منفردة أمس قبل انطلاق الميران، حيث غاب عن التدريبات بسبب ظروف خاصة حصل على إذن بسببها للغياب عن الميران. غاب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ميران الفريق الجماعي، والذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب تتش بالجزيرة. وأدى مروان تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش ميران الفريق، وكان مروان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير الماضي، وقد خضع بعدها لعملية جراحية في الركبة، ويواصل التأهيل قبل الدخول في قائمة الفريق للمشاركة في المباريات. غاب ثلاثي حسام عاشور وصبري رحيل وأيمن أشرف عن الميران الجماعي للفريق، والذي أقيم صباح اليوم الاثنين بملعب التتش بالجزيرة بسبب ازدحام الطريق وتعذر وصولهم إلى مقر الجزيرة في موعد الميران. وتواصل الثلاثي مع الجهاز الفني لإبلاغه بالأمر، مؤكدين أنهم في الطريق لحضور الميران منفردين بعد انتهاء الميران الجماعي اليوم. غاب
غاب أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الميران الجماعي صباح اليوم الاثنين بسبب ظروف خاصة. وحصل فتحي على إذن من الجهاز الفني للغياب عن الميران الجماعي اليوم على أن يواصل الاستعداد مع الفريق بداية من الميران المقبل. ثنائي سعد سمير وجونيور أجاي لاعبا الفريق الأول بنادي الأهلي بأداء تدريبات الجري حول الملعب على هامش ميران الفريق اليوم على ملعب تيتش بالجزيرة. ولم يتواجد ثنائي في تدريبات الكرة والتي خصصها حسام البدري المدير الفني للفريق للاعبيه في ميران اليوم، حيث أدى اللاعبان تدريبات استشفائية في الميران. وشارك ثنائي في الفوز الكبير والذي حققه الأهلي على إنبي في الدوري برباعية مقابل هدف، حيث أحرز سعد الهدف الأول وأجاي الهدف الثاني. يشارك التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد 48 ساعة، حيث غاب عن الفريق بسبب معاناته من مسق العضلة الخلفية. ولن يشارك معلول في مباراة الفريق ضد الأسيوطي المقبلة في الدوري. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المراسل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بك. تحياتي ليكي وتحياتي لكل السادة المشاهدين. كريم، كلمنا عن ميران الفريق النهارده واخر استعداداته لمباراه الاسيوطي المؤجله من الاسبوع السابع. يمكن استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي، مواجهه اكيد مهمه الاهلي والاسيوطي يوم الاربعاء ان شاء الله الجوله السابعه المؤجله، طبعا ضمن المؤجلات بالنسبه للنادي الاهلي. كل المباريات الكابتن حسام البدري بيتكلم عليها لابد من التركيز، النادي الاهلي بيأدي اداء رائع اداء ونتيجه خلال المباريات الماضيه، فكان في تاكيد كبير جدا النهارده في بدايه المران في محاضره داخل غرف خلع الملابس من الكابتن حسام البدري على لابد من عدم الاستهانه باسم فريق الاسيوطي. في فرق كبير جدا بين النادي الاهلي ونادي الاسيوطي سواء في الترتيب او في كمان قيمه اللاعبين هنا او هنا، لكن لابد من احترام كافه الفرق المشاركه في بطوله الدوري العام. النادي الاهلي حاطط عينه طبعا على الحفاظ على لقب بطوله الدوري، وده اللي احنا متابعينه خلال المباريات الماضيه، نتيجه واداء وفي تركيز كبير جدا بنتابعه من خلال التدريبات. النهارده بدا التدريب كالعاده في الساعه 10 صباحا، كان في محاضره فيديو استغرقت 25 دقيقة من الكابتن حسام البدري لشرح بعض نقاط القوة والضعف الفريق الأسيوطي، التكتيك، الأسلوب، الأداء اللي هيكون فيه النادي الأهلي في هذه المباراة، وفي تركيز كبير جدا ده اللي بنأكد عليه من كل اللاعبين. كل اللعيبة عايزة تاخد فرصة، بيجيدوا بيأدوا أداء رائع في التدريبات، وبنشوف الكابتن حسام البدري اللعيب اللي بيبقى جاهز بيحاول إن هو بيدفع فيه وبينزل وبيظهر بشكل مميز جدا. بعد طبعا المحاضرة الخاصة بها الجهاز الفني انطلق المران كالعادة، بعض الجري الخفيف وفقرة بدنية مع الكابتن أنيس الشعلالي مخطط الأحمال، لكن النهارده يمكن كان في بعض كده الأمور الخاصة في التدريب بالشبورة طبعا أثرت على بعض اللعيبة إن هي تصل إلى المران على رأسهم عاشور وصبري وأيمن أشرف، وصلوا متأخر شوية، كان في زحام كبير جدا سواء في الطرق حوالين النادي أو بعيدا عن النادي كمان، فأثرت طبعا النهارده على مشاركتهم في التدريب، لكن خدوا جرعة التدريب النهارده بسيطة ما لحقوش إن هم يشاركوا في التدريبات الجماعية. كمان بينضم إليهم من الغيابات المشاركة في الفريق الجماعي أو التدريب الجماعي أحمد فتحي، بس احمد فتحي يمكن كفد اذن من الكابتن حسام البدري ان هو هيغيب النهارده عن التدريبات، وسمح له الكابتن حسام البدري ان هو يكون مش متواجد اليوم. برجع معاكي للاصابات، بينضم طبعا المحزن طبعا والشيء المحزن جدا بينضم الشناوي الى قائمه المصابين، علي معلول ورامي ربيع ومروان محسن. الشناوي تاكد غيابه خلاص بشكل رسمي عن عدم خوض مباراه الاسيوطي اللي مقرر ليها يوم الاربعاء، غاب امس وغاب النهارده عن التدريبات الجماعيه. فكان في تقرير من خالد محمود الطبيب طبعا النادي الاهلي ان الشناوي لابد ان هو ياخد راحه، وتبقى مستعب جدا المشاركه في مباراه الاسيوطي سواء حارس اساسي او على دكه البدلاء. بنتمنى طبعا كل التوفيق لكل المصابين. علي معلول ان شاء الله يعود سريعا زي ما انت قلتي 48 ساعه،
ويشارك في التدريبات الجماعيه. رامي ربيعه محتاج شويه وقت، يعني الجهاز الطبي بيقول بس هو محتاج لمده اسبوع او لمده 6 ايام ان هو يبدا يشارك كمان في التدريبات الجماعيه، وعنده الام في الحوض قويه جدا خلال الفتره اللي فاتت، لكن بيتحسن اداؤه خلال الفتره الماضيه من خلال التاهيل مع كابتن طارق عبد العزيز. محمد نجيب النهارده كمان تعرض لكدمه في المران، يمكن هي مش اصابه لكن هي كدمه، لكن غدا هيكون في اختبار طبي لمحمد نجيب. محمد كان لسه راجع من اصابه لحقت بيه خلال الفتره الماضيه، لكن يعني ان شاء الله يكون متواجد بكره في التدريب ويظبط جاهزيته باذن الله. على هامش المران اجتمع طبعا النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ لمناقشه بعض الامور الخاصه بفريق الكره، المتطلبات القادمه لفريق الكره المرحله القادمه. في بعض الامور طبعا الكابتن سيد كان قدم بيها تقرير مفصل عن كل الاحتياجات في الفتره القادمه، واكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه، كلها مباريات متلاحقه وضغط مباريات كبير جدا، لكن ان شاء الله كلنا ثقه في الجهاز الفني وكابتن حسام البدر وكل اللاعبين. غدا بمشيئه الله يكون التدريب في الساعه 3 عصرا، وبعدها يتوجه النادي الاهلي الى معسكر مغلق استعدادا الى مباراه الاسيوطي يوم الاربعاء على استاد القاهره ان شاء الله. كريمه احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معي عبر الهاتف.